تبون انا ازعج؟ طفشت ملعت منكم ومن روتينكم الممل هذا. كل يوم تنام تصحى استراحه بلايستيشن بخاري، تنام تصحى استراحه بلايستيشن بخاري. خلاص يا اخي جبتولي الطقق يا ابن الحلال. جيت ام مخنا انت، هذا لا يطق فيك عرق يا ابو. روق صرنا كخه يا بقيره. لا ما انتو كخه. يخسى عليك يا بابا صنفور، ما انتو كخه اكا وبقيه في الدكه. بس قصدي لما تيجوا عندنا جده عروس البحر الاحمر اكلكم سيفود، استكوزا، جمبري، محار، يعني اشكل لكم اكلات واكلكم الاكله الافريقيه الشهيره بما تسمى بالسيري. ايه سلامات، بتذلنا بالسيري حقك؟ ايوه بذلك، لانه اكله الاباء والاجداد العريقه. وبعدين بالله سالت نفسك يوم متى اخر مره عزمت انا على رز وغنم؟ يا اخي نفسي ادوق هذاك الماشي ولا ايش يسموه حقكم؟ الحاشي. جيب لي حاشي كده، نفسي اعرمش وكده، ابى اكل كده البعير كده انقض عليه وعد عيده كده ويكون فوقه مكرونه كده. يا اخي زبطني يا اخي. هيا خذ لك مسكت معاه حاشي، فين نجيب له؟ يا ابن الحلال اتركه فاضي الا حنا، علعل صوت التلفزيون. يا ابوي تعال شوف جواكم النايم هنا. ايش تبي انت؟ تعال شوف، تمام اقرب. خلنا نشوف جوه. اقرب. يلا يا عيال خلينا نتعشى، يلا لا يبرد العشاء. يلا يلا جايينك. اتفضل، جوها مجيب الضحك زي جوكم. في العيون في العيون صار حبك في العيون، تعالوا خلنا عدو. وشيمي ذا السمك تفلح وجهه. حياكم الله يا سلام النشانيش، اليوم في زواج ساعد النشانيش الله يوفقه ويبني بيته، وهذول الحضور سيكم بالخير. تنورونا. مرحبا بسلام النشانيش، انا ذا الحين في المطبخ وهذا عشانا قعود ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء الله، وهذا طباخنا علي ناجي. ها كيف الطبخ؟ مالك ان شاء الله لطبخ شعبي وحاشيكم زين، والعشاء بيصير ان شاء الله زين، والحاشي بيستوي براحته. مرحبا والله اللي مرحبا. هو ذا هو ذا. يهو يا ناس يا عالم، لو تعزوني خلينا نروح، نفسي اشوف الحاشي على الطبيعه. امنيتي بسيطه، اكل من الحاشي ولو لقمه واحده. خلونا نروح الزواج. الزواج وهو مهبول انت، روح الزواج ما نعرفهم، فوال هو. يا عامر الناس للناس، ودك في الصدور. خلونا نروح الزواج هذا يا اخي. ياهو نروح، يمكن اهل الزواج اهل كرم، ننبسط شويه. يا رجل ما ورانا شيء، خل نروح ننبسط. يلا خلونا نروح وندق في الحاشي. مبروك يا ابو محسن. بارك الله فيك. والله يتمم لك بخير يا محسن. جزاك الله خير. نيابه عن ابوي وعن اخوياي اللي معي، جيناكم متعنيين من غلاكم، ومعنا 20,000 ريال، طالبينكم ما تردونا. والنعم فيك، وفي ابوك وفي اخوياك كلهم، وبيض الله وجهكم، ما قصرتم. تفضل حياك. وهذا ابو مخلد هو ربعه لفونا، الله يبيض وجيههم. خلكم معنا يا مشاهدين، نبي نغطي لكم الحفل كله. الدعوه رسميات، الله يستر لنا نجيب العيد يا عيال. قلت عامر كسر صوتك لا يسمعون. قل لك لا ترتبك ولا تربكنا معاك، خلينا نشوف طريقه كيف نقدر ندخل جوا. وش رايكم ندخل مع الشباك؟ وش الشباك انت بوجهك شايف لك طاوه؟ اصص شوف في مجموعه جايه من هناك، ايش رايكم نصف معاهم؟ وين نصف معهم؟ داخل ملعب انت. جينا نبارك لك يا ابو محسن على زواج ولدك، ومعنا 50,000 عانيه، ان كانها كثيره تستاهلونها، وان كانها قليله كملها المحبه والخوه اللي بيننا. سلامتكم هذه العانيه. بيض الله وجهكم، ما قصرتوا حياكم الله. تفضلوا. ابوك العرس البطل 50,000، هالمعرس الحين بيسدد ديونه كلها. انا اقول يا عامر الانسحاب طيب، انا بديت ارتبك. والله ما انقنسل، ماكل حاشي يعني ماكل حاشي.